قمة أفريقية بنكهة مصرية على استاد القاهرة والمتعة للجماهير. برج العرب، استاد برج العرب. على استاد برج العرب، اه طبعا، اه في اسكندرية. الحوار النهاردة مع واحد من نجوم النادي الأهلي السابقين اللي دايما أنا على المستوى الشخصي بستمتع برؤيته وبتحليله الفني للأحداث والمباريات، وبنسعد بتقييمه للأحداث كمان ولكل الظروف المحيطة في النادي الأهلي والكرة المصرية بشكل عام. رحبوا معانا في البيت الكبير بنجم الأهلي كابتن شريف عبد المنعم. أنا كابتن شريف منورنا. أنا كنت عايز تقديمة دي منك أنت. ليه؟ اشمعنى؟ يعني شفت ايه بتقدمني ازاي يا هاني؟ يعني ايه كنت عايز التقديمه دي منه؟ لا بس نفهم كابتن شريف، ده انت يعني ايه انت يعني شفت التقديمه عامله ازاي؟ مالها؟ قاعد مش عارف اعمل معاها ايه بقى. اه يعني انت دايما عايزين جمهور عشان كان يسقف. اه والله العظيم. لا انت تستاهل اكتر من كده. الحمد لله تمام. كويس؟ تابعت الماتش؟ تابعت اه في تايم الثاني كده. رؤيتك ايه للماتش يا كابتن؟ والفاينل زي ما احنا قلنا نكهه مصريه 100%، وانا في اعتقادي الشخصي هتبقى مباراه كبيره ان شاء الله باذن الله. النادي الاهلي ان شاء الله يتوج بالبطوله، لكن عايز اعرف رؤيتك للجزء اللي انت شفته، فوز الزمالك وهو دلوقتي الطرف الثاني في النهائي مع النادي الاهلي. هو بصراحه اقول لك على حاجه، انا شفت الجزء الاول الاهلي والزمالك هناك في المغرب. الاهلي فتح نفس الزمالك صحيح المباراه الاولانيه، فنزل الزمالك براحة نفسية الحقيقة، وشاف ان الاهلي عمل مباراة كبيرة جدا هناك في المغرب. الرهبة راحت، لعبوا بايقاع كويس جدا اذا كان على مستوى الشوط الاول والشوط الثاني، وكان ليهم الاسبقية واحرزوا هدف وكسبوا 1-0 ورجعوا رغم الغيابات طبعا اللي كانت موجودة. والفريق اللي كان موجود الرجاء اللي هناك غير الفريق اللي احنا اتفرج عليه النهاردة الحقيقة، يعني فريق تاني خالص، يعني انتشار تاني، تحكم في الكورة، ملعب فرق معاهم ولا ايه انا مش عارف. كان ليهم الاسبقيه زي الزمالك بس ما قدروش يحافظوا، ما كانش فيه خاصه يعني في الشوط الثاني يا كابتن شريف. ايه اللي حصل في الشوط الثاني للرجاء؟ الخط بره، الجهاز الفني ما قدرش يتحكم بعد الهدف اللي جابه في الايقاع اللي هو كان بيبتدي بيه المباراه. كان ضاغط على نادي الزمالك، كان بيمرر الكوره، مفيش ميسنج باس، مفيش حاجات كتير، فكان كان ليه السطوه، كان ليه الوجود في الملعب، كان ليه تحرك من الاطراف. الناحيه اليمين كانت شغاله كويسه قوي والناحيه الشمال، وضيع ضاع منهم كذا هدف الحقيقه، واكتفوا بقى بعد ما جابوا الجون يعني ورجعوا. الريتم قال لي الريتم قال وحسيت ان في تعب حصل في نص الملعب من حوالي 60 دقيقه حاجه زي كده، فكان لازم التغييرات اللي هو عملها في الاخر دي كانت لازم تبقى سريعه جدا. عشان كده هو منع على الخط، كان لازم يحس بالوجود ده. الزمالك رجع ابتدى يهدى وابتدى يستخدم العناصر الجيده اللي عنده، عنده بن شرقي وعنده احمد زيد زيزو، دول من الناس المتحركين كويس قوي وبيفهموا، وعنده الثبات الدفاعي برضه في نفس الوقت. يعني لما بيروح يهجم عنده مش مثبت الناس بتوعه، مثبت الناس بتاعه، وطارق حامد مثبت نفسه وبيلعب باداء النهارده انه مش عايز ياخد انذار عشان مباراه القمه ومصطفى محمد كمان ومصطفى، وزي ما يكونوا حاسين ان هم في اي وقت ممكن يحصلوا على الكارت، يعني يحصلوا على تعادل، على هدف، يعني مش معقوله مش هيجيبوا هدف يعني. وكان ليهم الهدف وهدف كويس، بس اعتقد ان كان انا مش عارف الفار راح فين في الماتش ده، ولا مره الحكم راح للفار. يعني كان دايما بتيجي اللقطه انه يعني بيسمع بس ما كانش مش عشان ولا انا ما كانش ضد الزمالك يعني عموما هنا وهنا. هو انا يعني يمكن انا ما شفتش غير يمكن ال 40 دقيقه الاولى، ما كانش في حاجه تستدعي حتى كان في شك في حاجه، لكن هو الفار لما بيقول له تعالى بص على حاجه بيبقى فيه. لكن خلينا نتكلم في الاطار الاخر، انه طبعا دلوقتي عندنا النادي الاهلي ونادي الزمالك لاول مره اعتقد في يمكن في التاريخ، ما اعتقدش هتتكرر تاني ان يكون النهائي ما بين فرقتين من دوله واحده على ارض هذه الدوله مصر، وده شيء نفتخر بيه بصراحه. يعني يعني كلنا نتمنى اكيد ان شاء الله النادي الاهلي يتوج، لكن خلينا نتكلم في النقطه كمان الايجابيه، ان احنا على ارض مصر البطوله مش هتخرج من بلدنا. يعني يعني هو كمان في احساس، خدت بالك، انا كاهلاوي اتمنى طبعا ان انا احصل على البطوله التاسعه ان شاء الله بتاعتي وافريقيا باذن الله، بس برضه يوم صعب على الفرقتين. يعني طبعا يعني حرام ان في فرقه افرض ضربات جزاء مثلا وفرقه كسبت، يعني ما هيبقى يوم صعب على الفريق اللي هيخسر.
ملوش اي ذنب، بس الكره بقت في ملعب اللعيبه. يعني اللعيبه دلوقتي هي صعبه القرار بصراحه. طب اتفضل. دلوقتي الصراع شرس على اللقب، بتقرا سيناريو المباراه ازاي يوم 27؟ قراءه فنيه بحته، وانا عارف يعني دلوقتي الاجهزه الفنيه قاريه بعض كويس قوي. يمكن موسيماني قاعد واتفرج على نادي الزمالك النهارده، فتيح القوه فين، فتيح يقدر هو يخترق منها ويقدر يحدد رمز البطوله بالنسبه له. زي ما لعب في مفهوم سام واني لعب ازاي مع الوداد في الوداد. ايوه راجل عنده خبره، عنده شكل طلبه، عنده لعيبه معينه بتنفذ له يمكن 70-80% من اللي في دماغه، عنده دكه بره تقدر تعوض اي شكل يحصل في المباراه. المباراه دي 90 دقيقه ومحدش بيعرف ايه اللي هيحصل فيها. ممكن يبقى لك سطو كبير قوي، مكسب كبير، زي ما كسبت قبل كده 3 والزمالك عوض ب2 قبل كده. فمباراه الاهلي والزمالك دي بتبقاش متوقعه، مش متوقع في الاهداف يعني. اللي بيتوفق واللي بيعرف يعني يكون بيحافظ على الفرص اللي بتجيله ويترجمها لاهداف، هو ده عنوان البطوله يعني. فالفتره الجايه بقى، الإعاشة اللي جاية، إحنا إزاي عايشين الفترة اللي جاية، إزاي بنبص للمباراة كلها، بنبص من غير تعب أعصاب بقى، من غير حالة نفسية فيها توتر، من غير أي حاجة، من غير إنك أنت رايحة المباراة دي الناس كلها دلوقتي إذا كان هنا أو هنا يعني قلقانين برضو يعني. مش فريق بقى اللي هو متحكم في فردياته وفي جمعيته، في التركيز الشامل، إزاي يلعب الباص السليم، إزاي ابقى الكوره بتجيلي مش متوتر، مش عصبي، ما بعصبش اللي جنبي. لعيب غيري غلط انا اللي بعوضه وبجري الروح. واعتقد مستر موسيماني يعني يعلم الحاجات دي كلها وزرع الحكايه دي اول ما جه. يعني الراجل اول ما جه الحقيقه يعني زرع فينا حته الروح دي بالزبط. وبقيت اشوف الشحات بيرجع اوتوماتيكلي، واجاييه وجيرالدو حتى لما بيلعب بقت في حاله تعويضيه، خدت بالك؟ ما فيش حد بيبص على اسماء، كله بقى بيعمل شغله وشغل غيره. وانا كمان عايز اتكلم في دورنا كمان كابتن شريف، ويمكن احنا خارج الاطار يعني. انا بتكلم على دورنا هنا كاعلاميين او كقناه النادي الاهلي، وحضرتك بنتكلم على جماهير النادي الاهلي. هي مباراه كبيره، لكن عايزين حتى نوع من الهدوء شويه، لان انا متوقع في السوشيال ميديا خلال الايام اللي جايه هيبقى في موجة كبيرة جدا من الإثارة، وموجة كبيرة جدا. ده كل واحد عايز فرقته تكسب بشكل، وده طبيعي، لكن خلينا احنا يكون الأداء هادي شوية على السوشيال ميديا. مش عايزين نوتر لاعبتنا بشكل، عايزين ندي الثقة للاعبتنا، والثقة دي هتيجي من خلال الأداء اللي شفناه في ماتشين الوداد، ومن خلال كمان خبرات لاعبتنا، ونفسي تيجي كمان من خلال الجماهير، ان يكون في ثقة في يعني مش صمت لكن سبورت للعيبة بتساعدها بشكل كويس. مش عايزين تبقى الامور يعني توصل مباراه مهمه واحنا عندنا ثقه فيهم وندخلهم المباراه بشكل هادي، وده مهم جدا الهدوء يا كابتن في المباراه النهائيه. مما لا شك فيه انها هتبقى مباراه مصيريه حقيقي، مش سيمي فاينل مثلا ولا دور الثمانيه، ما كانش حد حقيقي. بطوله من نوع خاص، هي بطوله من جميع الوجوه الحقيقه. بطوله قاريه، بطوله على المستوى الشخصي، على المستوى المنتدى، على مستوى كل حاجه هتلاقي فيها، على مستوى الظروف يا كابتن شريف اللي واجهتك كمان طبعا. انت النهارده لما كنت بتتكلم على موسيماني، موسيماني قعد 4 سنين مع سان داونز عشان يحقق لقب دوري الابطال، انت النهارده في اقل من 25 يوم موسيماني عمل شوطين كويسين جدا مع الوداد في اقل من 25 يوم. بنتكلم هاخد من كلامك موسيماني عمل لنفسه سمعه افريقيه كبيره جدا، كبيره جدا لدرجه ان انا النهارده بيتكلموا عنه في جميع المحطات وفي كل حته يعني بيتكلموا ان هو بقى اكيد بقى مرشح انه يمسك جنوب افريقيا، منتخب جنوب افريقيا. منتخب بقى قريب قوي يعني، في لعيبه بتطلع تتكلم عنه دلوقتي من جنوب افريقيا، كل الناس فرحانه له ان هو ازاي كان بيلعب في دور الثمانيه وبعدين بقى وصل للفاينل بعين ذكيه جدا ورؤيه حقيقه اكتر من عبقريه بتاعت النادي الاهلي، ان هي تجيب مدرب زي ده في الوقت ده. يعني قدر يتغلب على الوداد، واحنا كنا عارفين قوه نادي الوداد شكله عامل ازاي، بالوعود بقى هاني اللي اتعملت بكل حاجه، فان هو كان عنده الكارج والروح وازاي حبب اللعيبه فيه ودخل كده في وسطينا اكنه مصري يعني. أيوة. اكنه عربي يعني، مش هنقول افريقي يعني، اكنه حد مننا كده، وسهل قوي يتكلم مع اللعيبه وسهل يسال عليهم وسهل يجيبهم وسهل يوصل المعلومه لنفسه للعيب، ويعرف امكانيات اللعيب كويس قوي ويديله الشغل اللي اشتغل عليه، وبيتامل هو ان هو شايف عنده لعيبه كبيره قوي يعني.
يعني هو جاي على اساس اسم كبير ولعيبه كمان محترمه جدا، هو شايف ان اللعيبه دي تقدر ترفع اسمه، تقدر تتوج له بطوله في حياته يتمناها طبعا تاني يعني. اكيد وهو أكيد. صاحب بطولات الراجل كمان يعني على مستوى طبعا على مستوى على مستوى السي في بتاعه يعني، هو بياخد بفرقته على طول بطوله الدوري 7 مرات وواخد افريقيا قبل كده، ويعني عنده من من العلامات اللي هي صاحب بطولات يعني، مش هتبقى بالنسبه هي مجالنا ناس زي كوبر مثلا وزي ناس كتير قوي شفناها بتوصل فاينل كتير بس مش عندها التعامل مع المباريات النهائيات ما تبقاش حظ، عايز اقول لك ملوش حظ فيها مثلا يعني مش هقدر اقول ان فرقه بتلعب بطوله كامله وما اعرفش بتيجي على هفوه في الاخر. توفيق بقى توفيق ده بقى مهم جدا. حضرتك اتكلمت على نقطه مهمه كابتن، والنقطه اللي من دلوقتي بقى الاستعداد ل 27 نوفمبر. احنا عندنا طبعا في تجمع المنتخب خلال الفتره اللي جايه، عندنا ماتشات من 14 و17 ان شاء الله ربنا يوفق منتخبنا. فاحنا حتى لعيبه النادي الاهلي وعندنا اللعيبه الدوليه حتى الافارقه هيرجعوا تقريبا 18-19، فهتبدا تقريبا انت عندك من يوم 10 اساسا لغايه يوم 27 انت عندك اسبوعين او استشفى 10 ايام تشتغل فيهم، مطالب انك تشتغل فيهم على المستوى البدني والتكتيكي والنفسي كمان. دي قلتها انت، الاجهزه كلها بتشتغل، الاجهزه الطبيه والاجهزه البدنيه والاجهزه الفنيه واللاعب نفسه كنترولنج على نفسه في كل حاجه، بيروح التمرين ويرجع من التمرين اللي هو الاقوى بقى بعد التمرين، ازاي بريح جسمي، ازاي باكل مظبوط، ازاي بنام مظبوط، ازاي بعيش وافكر واتفرج على ماتشات واعمل ابجريد لنفسي. يعني انا واحد من الناس كان كنت عشان اتفرج كده اشوف الناس اللي بتلعب بره احسن مننا في ايه، كان ايامنا احنا احسن مننا في الملاعب في الادوات في حاجات تانية، بس احنا كلعيبه ما احنا عندنا نفس الباور وعندنا نفس السرعات وكان عندنا نفس. كنت بتبص على مين يا كابتن؟ كنت بتفرج بقى على الارجنتين ايامها وعلى البرازيل وماشي البرازيل والتالنتد اللي هي عندها ازاي يطلعوا يسحفوا كمان مش زي السرعات اللي كانت عندنا احنا. هولندا انا مثلا كنت عايش الكرويف، فبقعد اتفرج على كرويف ده بيعمل ايه وبيسحبوا كره ويدوروا الكره ازاي ويرجعوا ازاي ويعملوا زياده العدديه ازاي. فاكر ريمون دياز ده اللي قلبوا الدنيا عليه، المدرب اللي كان عندنا كان على طول بيعمل الاوفرلاب دي، انا فكانت بتساعدني اول لما بلعب مع كابتن عمود خطيب وهو معاه الكره ورايح ومفيش، اروح اعمل له من يروح حاططها لي مثلا، اروح انا رايح حاططها بوش رجلي زي دياز او مصطفى عبده مثلا، هو بيجي اروح عاملها اروح طاير عاملها بدماغي. كنت يعني بتفرج تعيش المباراه من بدري يعني تبقى تدخل نفسها في مود المباراه. مفيش غير الكوره دلوقتي، ما عندناش اي حاجه تانية يعني. لو اهم حاجه ان انا ابقى سليم اوصل المباراه دي طبعا وانا الحاله البدنيه بتاعتي سليمه للمباراه. صحيح، هي دي يعني علي معلول كلنا بنفكر فيه في الخيال دلوقتي، انه راجل عنده شد مثلا او عنده عضلات مرهقه ازاي يوصل ليوم 27 ده بكامل مع شغله اللي هيروح بره ويرجع تاني منتخبات اللعيبه دي كلها اذا كان بالنسبه للاهلي او الزمالك يعني. هي دي روح المدرب يعني المدير الفني، هم دول اللي هيشيلوا النهارده. يعني تتفرج على نادي الزمالك النهارده تحس في تعب، في ضغط نفسي على اللعيبه وهي واقفه بتنقل الكوره برده مش مستريحين. لما جابوا الاهداف وخلاص فكت الكوره وابتدوا يشوفوا بعض وابتدوا يحسوا بان الدنيا والهدف اللي هم جايبينه معاهم من هناك المغرب فارق معاهم كتير قوي اكيد. ونفس اللي حصل فينا ان في مع الزمالك احنا برضو كنا جايين كسبانين 2-0 وكنا قاعدين نقول الوداد فرقه جامده، وما عجبش موسيماني على فكره الشوط اللي هناك يعني في تصريح من تصريحاته يمكن قال لك لا ده مش افضل، ده مش افضل اداء للاهلي بالذات في الذهاب هناك. انا عايز اقول لكم على حاجه، احنا ياما اتحطينا كتير قوي في موقف اهلي وزمالك ده، يعني مش فاينل بس كتير بيبقى لازم ديسايد لازم نكسب الماتش ده عشان ناخد الدوري او على الاقل نتعادل. بيبقى في قرارات كده بتبقى جوه اللعيبه ازاي بيحضروا نفسهم، هم اصحاب القرار دلوقتي. لاعب تحس ان هو بيعمل السبرنت ما بيحسش، عضلاته شايلاه يومها هاني وانت عارف كلام بيفكر طبعًا. صح اندرلين بيخش والدنيا بيفكر صح وعنده السبورت وعنده التحركات وعنده فرايتي كتير قوي، وهو ماسك الكره 2-3-4 بيتحركوا وبعدين ايه لما الكره بتمشي كمان يطلع لك واحد حاوي زي حسين الشحات يرقص واحد ويعمل تاني وبعدين يجيب الكره فتكسب معنويات كبيره قوي كبيرة. والغير تحصل له حاله نفسيه داون بريك يعني بريك داون زي ما بيقولوا تديك انت الاكتر، تديك انت الحريه ما تتعورش تلعب الكره ملمسه واحده
كل ده بيحصل لما بتتفوق انت وربنا بيدي لك بس ليه كابتن الامتياز الاول في المباراه يعني ليه موسيماني قال كده؟ قال ان الذهاب كان افضل وده يمكن كان على على عكس رؤيه الجماهير شويه. وانت كمان لما الذهاب تجيبي في جول في اول اربع دقائق هو بضغط بمفهوم هو رايح له فيلاقي الضغط جاب نتيجه فقال لك انا ماشي صح في كل حاجه مشيت صح الدفاع بتاعه كان ماشي صح هو مش عايز اكتر من الهدف كمان لا ده جاب هدف تاني وبنالتي وقبل البنالتي مضيع ومضيع كمان فشاف ثغرات في ممكن يستغلها في المنافس يقدر بقى ايه هنا في مصر على ارضه ده هو كان متضايق كابتن ان احنا ما كسبناش اكتر من اتنين يعني حتى ويقول احنا طبعا يعني كنت كسبت ثلاثة كان فاينل يعني خلاص بالنسبه له انا لو قادر اكسب اتنين ثلاثة يعني طبعا ما احترمنا للفريق الوداد لكن هو كان شايف فرقته هناك في المباراه قال لا انا طبعا مبسوط من النتيجه كويسه لكن كمان مش مبسوط ان احنا كنا ممكن نكسب ثلاثة او أربعة فدي تدينا شخصيه موسيماني شويه حاجه عند نقطه معينه كابتن تحضير اللعيبه نفسها كمان وعلى المستوى اعتقد ماتشين بتوع توجو كمان لعيبه النادي الاهلي ولعيبه نادي الزمالك كمان ممكن جدا يعني تكون دي كمان حاجه بتاهلهم للمباراه النهائيه لان انت خلاص ما فيش دوري والكاس مش هيتلعب ففي الماتشين دول كمان على المستوى الفني وبيلعبوا باسم منتخب مصر مطالبين كمان ان احنا نكسب الماتشين دول فده كمان شايف ان دوت على طريق استعداد اللعيبه للمباراه النهائيه بص هقول لك حاجه يعني بالنسبه للمنتخب احنا يعني محمد صلاح وتريزيجيه وكوكا دول ثلاثه مش موجودين في الاهلي والزمالك ده خطينهم دول شكل يمكن يتعامل بيهم حسام بدري يعني نص الملعب هو ده اللي هتبتدي تشوف مين من نادي الزمالك ومين من النادي الاهلي ده النني تقريبا هيكون موجود النني هيبقى لعيب من هنا ولعيب من هنا مظبوط كده وفي هيجي احمد حجازي ورا يبقى مع محمود علاء مثلا ناحيه الباك رايت هل هو خد مين انا مش فاهم لا هاني محمد هاني خد محمد هاني مفيش محترف يعني لو بتتكلم عن محترفين يبقى انت بتتكلم على خط النص بتتكلم على حجازي ده في خط الخط عندك خمسه سته محترفين هتستعيد هم خمسه اللي جايين فعلا اربعه من مصر والباقي برضو هتلاقي منهم محترفين ما اعرفش خد محمدي ولا مغربي لا هو خد حجازي وخد تريزيجيه وخد صلاح وخد النني واحمد حسن كوكا خمسه وخمسه دول هيلعبوا انت يعني محتاج معاك الشناوي او ابو جبل انا ما اعرفش هو بالنسبه له حاجة. يعني في سته من اللعيبه اللي في سته مصريين ثلاثه كده وثلاثه كده ان ما كانش هيبقى واخد حد من اي نادي تاني هيكون ليه حظ المشاركه فهو نص الملعب عندك والطرفين هم اللي هيبقى واحد من الزمالك مثلا وواحد من الاهلي هتلاقي هنا ثلاثه وهنا ثلاثه الثلاثه دول اللي هيكون ليهم الشرف ان هم هيلعبوا قدام توجو هم دول اللي هيبقى خلاص يعني برضو انت محتاج صحيح ان اللعيبه في الفتره دي يكون وصلوا قبل ما بيوم 27 الاحساس بالسبرنتات الاحساس بالمباريات الاحساس بالضغط النفسي الاحساس بكل حاجه الاطمئنان على حالته البدنيه كويس قوي فده برضو احنا محتاجينه احنا مش رافضين ان هو يبقى موجود فانا بص بكلمك وانا هادي كده وعايز اهديهم معايا فاكر احنا بنقعد فاكر انا قلت لك هنكسب كام في المغرب قلت لك 2-1 قلت لي 2-1 دي حقيقة قلت لكم انتوا قاعدين تقولوا نتيجة إيجابية 1-1 0-0 قلت لها يا سامو ما فيش حد قال إن الأهلي هيكسب 2-0 أنا بقول لك بقى إحنا هنكسب 2-1 أيوة. وهقول لك حاجة في آخر البرنامج قلت لها هنكسب 2-1 إحساسي إن أنا عندي الإمكانيات اللي موجودة في الملعب وحالة الوداد مش هي اللي أنا كنت متوقعها مش هي اللي أنا شفتها مش ده فاكر لما انت انا الكابتن محمد حشيش وكتبنا مسكتوني انت وحشيش قلت بس احنا طلعنا التشكيل محمد الصح محمد انتوا صح ما رضيتش اقول لك بس احنا التشكيل بس انتوا خدتوا بادجي انتوا خدتوا بادجي وانا خدت مروان هوك عارف انا كسبتكم في مروان وانت خدت بادجي طب خلاص 9-0 لا لا انتوا كنتوا صح انا كنت عايز اقفل على اسماعيل حداد والراجل الثاني بديعك انا فعايز احط هنا اثنين ديفندرات جامدين وهنا اثنين بس وعايز اضمن النتيجه واعمل كونتر اتاك واكسب باي حد بقى لقيت حسين الشحات عوض وعلي معلول المسافات اللي بيعملها دي اتعملت وخلاص جالنا الاسبوع اللي فات وكان قلقان منها قاعد يقول علي. شريف موجود شريف ده كابتن فين محمد حشيش كان معانا من يومين كان قلقان يعني ده حبيبي لا يعني من مشاكستك يعني زي اللي عملتها المره اللي فاتت دي اللي خلى حشيش عليا كده هاني قال له ايه رايك في بيقولوا
رايك اللي بياخد راي فني كابتن كبير برضه كابتن رايك اللي بيقوله شريف ايه ده حشيش انت لازم تامن على اللي انا بقوله لا طبعا كابتن شريف عندنا فتره من هنا ان شاء الله اليوم 27 باذن الله التاسعه اكون هنا بس قول لي بقى موسيماني ازاي يستعد واحنا النهارده بنتفرج على الزمالك والرجاء انت بتلعب في خيالك الاهلي واللي هيكسب فيهم النهارده انا هروح منين وهكسب منين اه يعني دي حقيقه مش هدافع ازاي خلاص انا الزمالك بالنسبه لي بقى بن شرقي واحمد سيد زيزو والاثنين حتى عوروني في الماتش الاخراني اللي بيني وبينهم بصراحه هم اللي عورونا برضه بن شرقي واحمد سيد هم اللي بيلعبوا كورتين اللي بالعرضيات دي الكرات العرضيه واللي ده كان عملوها في المغرب هناك او هنا هم الشكل وفي معاهم مصطفى محمد على شكل العرضيات ومستني وراجل هيدرز ونفسيته مفتوحه خلاص احنا عارفين المفاتيح معروفه المفاتيح اكيد يعني ساعات احنا كان زمان يقول لك انت هتعمل حساب لفلان وفلان وفلان طب هم هيعملوا حساب بقى مصطفى عبده ازاي وخطيب وطاهر الشيخ وشريف طبعا. ومختار عندهم مشاكل كبيره هم كمان يعني فمش هنقدر نتغلب على كده غير بالاستحواذ طول ما انت بتستحوذ في المباراه دي الكوره وبترهقه نفسيا وبتخليه اوت اوف بوزيشن اوت اوف جيم كمان ويا سلام لما بترجم بقى كلام الهجوم ده بهدف هتلاقيه هو غصب عنه ده فاينل هيحاول يحط زي ما حصل فيه الجون النهارده كده ودي العلامات اللي احنا لازم نتفرج عليها لما دخل فيه جون هيعمل ايه؟ هيفتح خطوطه كلها هيحاول يعوض طب انت عندك من كم من السرعات انك انت تعملي كونتر اتاك او تعملي هجمه مرتده سريعه عليه اسرع مثلا من الرجاء ده المفروض يعني فالحكايه بقت يعني مش عايز اقول لك مرهقه للجهاز الفني بس بقى فيها تمنيات ان اللعيبه تعمل لهم اللي هم نفسهم فيه او اللي هم في الرؤيه اللي شايفينها فده كله عشان كده انا برجع اقول اللاعب هو دلوقتي صاحب الفاينل الراجل هيمرن الراجل هيقول مين احسن ناس عنده الراجل قرى الزمالك الزمالك قرى الاهلي خلاص اللعيبه تحضير يا كابتن مهمه جدا يعني زي ما انا بتفق معاك ان هو من الحاجات اللي عملها ان في تحضير كويس للمباراه حتى مباراتين بتوع الوداد فكان في تحضير كويس للثوابت كمان بالظبط للثوابت للحاجات الفاولات اللي على اليمين ففي ناس عندها فكر كويس قوي من المدربين بينفذوا فدي هتبقى الفتره من هنا يوم 27 هيبتدي بقى يطلع مخزون اللي عنده كله دي بطوله وبطوله كبيره مش في مجال ان شاء الله باذن الله هنطلع لفاصل سريع جدا في البيت الكبير وبعد الفاصل لسه مستمرين مع حضرتك اتفضل رجعنا مع حضراتكم الكابتن الكبير كابتن شريف كنت بسألك وشفت ازاي طبعا محمد صلاح بيكسر ارقام يعني ما شاء الله على محمد يعني تاتش وود عامل موسم كمان رائع جدا لسه من اسبوعين اكتر من 100 هدف او 100 هدف مع ليفربول على المستوى البريمير ليج امبارح بيكسر او بيعادل رقم ستيفان جيرارد طبعا 21 هدف في الشامبيونز ليج شفت ده ازاي وتابعت كمان محمد صلاح خلال البريمير ليج في الفترات الاخيره ازاي؟ بص هقول لك على حاجه محمد صلاح الحمد لله الله اكبر طول ما فيه بعيد عن اصابات وفي عدينا من الكورونا وعدينا من الشكل اللي هو كان خلاص بقى اللعيبه كلها من غير جماهير مظلومه يعني محمد صلاح من نوع كمان في جماهير بيبقى بطلق اكتر واللعيبه كلها محمد صلاح بيعشق فيرمينهم يعني عن انا عارف ان هو من اللعيبه اللي بيحبها فبيبقى عنده حاله نفسيه لما بيبقى فيرمينو جنبه في الملعب ما بيبقاش عنده قلق بيبقى واثق في الوان تو واثق في ازاي امتى هيديله الكوره يمكن مع ماني بيجاملوا بعض علشان انا بشوفها مجامله لا مش مجامله بس هو مجامله والتاني يعملها له مره بس في كومبيتيشن بالظبط كومبيتيشن فظيعه بينهم هما الاثنين ده لمصلحه الفريق بتبقى في مصلحه الفرقه صحيح. اللي هو مصلحه يورجن كلوب بره الاثنين بيلعبوا لليفربول ولنفسهم وللمدير الفني وللجماهير كلها فلما يبقى عندك القوه الضاربه دي بالنسبه لاي فرقه مثلث رهيب زي ده وعنده نص ملعب متحرك جدا سريع جدا وبيخش عليه لعيب برتغالي زي جوتس اللي هو جاب ثلاث اهداف والماتش اللي قبله هدف الحاجات دي بتخلي محمد صلاح يبقى سوبر رانر في الملعب وسلام لما يبقى متقدم بنفسيته بتبقى احسن حتى بيعرف التايمنج بتاع الشوط التايمنج بتاع الباص التايمنج بتاع ازاي يحتفظ بالكره لنفسه وياخد بينالتي يعني عنده جميع المراحل اللي بتبقى في الملعب والسرعه بتاعته بتاهله لده هاني يعني مش صحيح صحيح مش لعيب مثلا وليد صدفه يعني مش تالنتد قوي زي
زيدان. يعني زيدان في الملعب لازم يبقى كل الناس عامله له حاجه مظبوطه قوي، لان صلاح هو المبتكر، صلاح هو اللي بيشد الفرقه، صلاح هو اللي بيعمل عنده الثقه كمان وبيعمل اسيست كويس. خلينا نعترف ان هو مش مصري بقى، ان هذا اللاعب بقى عالمي، مصري عالمي. انا مش كده المصري عالمي يعني، لا صلاح يعني طبعا مش عايز اقول ايه بتاع مولين العرب وبتاع، لا الراجل ده راح في سكه وراح مرحله كمان انا مش مصدق انه بقى عنده 28 سنه. ده بيكون الزمن سرقنا، احنا حاسين ان هو لسه عنده 23 24 سنه. الله اكبر عليه يعني، ربنا يوفقه باذن الله. والنني كمان، النني عامل لي حلقه غريبه جدا الماتش اللي فات، ولا باص غلط في ماتش اليونايتد، شايف الملعب كله باص يمين باص شمال، طلع اطراف، عامل ديفندر كويس قوي، ابتدى يشوف الملعب، ابتدى في حاجات كانت بعيده عنه، الظاهر من كتر الاشتراكات في تركيا طبعًا. ورجوعه تاني للارسنال والثقه، الثقه بتاعت يعني مدربه طبعا، لعيب بيديك الثقه بيخليك طبعًا. فوق الريح يعني أكيد. فكل ده في مصلحتنا احنا، بس محمد صلاح خلينا نعترف انه وان اوف ذم، يعني من احسن 3 4 في العالم بيلعب كوره لحد دلوقتي، ده حقيقي ده حقيقي، ومعاه ماني بصراحه يعني محترم جدا، لعيب محترم قوي. كل اللي حضرتك بتقوله ده اكيد بيصب في مصلحه المنتخب في النهايه برضو، زي ما حضرتك كنت بتتكلم قبل ما نعرض التقرير. بس احنا عايزين نبقى ايه، كلنا صلاح يعني، بس يعني كل مره سام معتمدين على صلاح يخلص لي المباراه يعني، العين كلها، لان درجه صلاح لما هيتمسك ممكن يتخبط في الملاعب بره وحاجات دي، والناس بعرفها، لو الناس بتحبه كلها يعني حتى توكو هيبقى عايزين يجوا يتفرجوا عليه ويتصوروا معاه، انما احنا عايزين كلاعيبه كمان نساعده يعني، ما نبقاش احنا كلنا الاسلوب الاول والاخر هي سرعه محمد صلاح وانه يبعتها ويجيب لنا الجون الاول او الثاني. هو طول ما هو حاسس ان كوكا بيجيب جول وتريزيجيه بيجيب جول والنني بيجيب جول، هو كمان هتلاقيه بيجيب اثنين وثلاثه واربعه يعني، هتبقى موضوع الشاره وقاده الفريق ممكن تاثر على مستواه. كابتن الشاره راحت لمين؟ لا هو كان في قبل كده اقدميه يعني، لا كان في اثير قبل كده ان الكابتن يعني الكابتن حسام البدري في اول ما تولى المسؤوليه قال ان انا هدي الشاره لمحمد صلاح، لكن الكلام ده ما كانش حصل، ودلوقتي في كلام طب بس هو لا محمد صلاح دلوقتي بتردد يعني، لكن بيتردد لو حصل دلوقتي بقى لو حصل دلوقتي ممكن ده ياثر على مستوى محمد؟ ما اعتقدش، محمد في حته ثانيه دلوقتي. لا يا موضوع الشرع دوت اعتقد صلاح في حته تانية خالص، مش محمد صلاح جاي مش هيبص لها جاي حبا يعني للناس لبلده للي هو منهم صحيح، يعني مهمة لو وطنية مهمة يعني بيجي عنده روح اقوى من روح ليفربول يعني، هنا نجيب تلعب بفانيلة بلدك وكمان وعنده علاقة علاقة شكليا مع العالم المصري مع السلام الجمهوري مع، لا ده هو حاجة تانية محمد صلاح، ومن اللعيبة اللي هي بتاع يعني بتحترم الحكايه دي كويس قوي يعني، لا بتحترمها وانا اعتقد محمد يعني في على فكره الشناوي ممكن يكون هو يعني كابتن منتخب يعني، لو خدنا بالادميه اعتقد الشناوي لو لعب ان شاء الله، في حجازي كمان احمد حجازي قبل قائد في الملعب بيظبط تاني، يقول لك لما ببقى قاعد واحد شال مني الحكايه بالعكس ده بيديني فرصه ان انا اشوف شغلي يعني اشوف حالي. اهم حاجه عارفين انه الاداء الفني طبعا هو اهم حاجه، بس واللعيبه كلها بس دي ممكن بتقولي تاثر على نفسيا يعني، تاثر على اي حد، مش قصدي برضو محمد صلاح بس، مش عايزين ناثر على المنتخب خالص ولا اي تفرقه بين اي لاعب. بتتكلم في وبعدين عندك يعني مباراتين مهمين يعني مع توجو، بتتكلم في حاجه ان عايز الدنيا تمشي طبيعيه يعني طبيعي. ما انا عشان كده بقول لك يعني لو في حاله مثلا الشارع كابتن حسام البدري لحد الشارع صلاح، طب ممكن ياثر جدا نفسيا على بعض اللعيبه اللي ليها اولويه مثلا يعني ممكن احمد وقبل كده احمد فتحي كان في، فاحنا مش عايزين نعمل يعني مشكله من غير مشكله، وكلنا يعني سالنا قلنا احنا كلنا ردينا قلنا الادميه الادميه طالما ماشي بالادميه كابتن، يعني ما حدش قال فينا سوبر ستار هو اللي يبقى يعني طالما ماشي بالادميه طب انت شايف الماتشين ازاي كابتن؟ انا مشغول بالاختيارات مشغول بتابع 28 وبعدين هم مسهلين القصه بتاعتي الحقيقه والله صح، انا بقول لك الحقيقه يعني انا ما بنامش زي اللعيبه زي الجماهير زي كل التاني. بتكلمهم يا كابتن؟ بتكلمهم تتواصل معاهم؟ انا بروح العب في النادي يعني مرتين في الاسبوع او ثلاثه يعني، بس بروح اتفرج عليهم ازاي بيتمرنوا، بشوف موسيماني ده بيعمل ايه بتاع اي حد، بشوف الشناوي والاربع
حراس مرمى جود لاك يعني بتبقى في عندنا لغه كده بينا دايما احنا كلاعيبه هم فاهمين انا عايز اقول لهم ايه. هم ما شاء الله يعني بنتمنى لهم التوفيق في كل حاجه. فلو وقع في ايدك حد بتصير وتتحجج ضروري يا كابتن الاجيال القديمه دي تتواصل مع اللعيبه بالذات في التوقيت ده ويعني تحمسها تقول لها النصايح اللي عدت ما تبقى في فرصه ده ضروري جدا حد مش فرصه حتى لو هيتعمل يعني بميعاد بقصد. بص لعيبه الكوره ذكي جدا وانت قاعده من لعيبه كوره لعبوا ولو لعبنا مع بعض وكمان يمكن مش سمع صوتنا احنا الاثنين في الملعب احنا بنفهم بعض يعني انا عايز يديني معلومه انا عايز اديله معلومه في الملعب بتبقى بعينينا يعني فاللعيبه كلها حاسه. انا عايز اطمنك يا سام اللعيبه حاسه بكل اللي احنا عايزين نقوله صح. يعني انا مش يعني مش بتكلم انا كلام مش هو مش عارفه صح. لا هو عارفه بس ساعات انا بطمنه انا وهاني وحضرتك أكيد. بتطمنيه تقولي له انت فردياتك وفنياتك وما فيش اعلى بكتير وبعيد عن اي حد تاني ولازم اقول له كده ولما انا وانت وقعدنا انا وهاني قلنا لهم يا اولاد لما قلت لي تقول ايه لفرقتنا أيوه. في المغرب يا اولاد روحوا وهجموا عليهم وكسبوا أيوه. وهتكسبوا وترجعوا بالماتش صدقوني وناموا كويس ومفيش اي رهبه من اي حاجه خالص العبوا لعبكم العادي لعبوا لعبكم العادي دي يعني امكانيات فرديات اللعيبه بتاعتك التحركات بنسمع كويس قوي للمدير الفني اللي هو شايف من بره الخصم الثاني شكله عامل ايه. يمكن انا مش واخد بالي غير من الحته بتاعتي بس المدير الفني واخد باله من الحته كلها طبعا يعني كلنا تيم ورك يعني بنبقى فهو بيلمس معايا على معانا على كل حاجه. زي واحد بيقول لي هي الخطه هي الطريقه ولا الطريقه حاجه والخطه حاجه. قلت له لا في الخطه اللي هو بيقول لك احنا هنلعب 4 3 3 مثلا واسماء معينه الطريقه بقى اللي هو احنا دايما بنعتمد على الاطراف احنا دايما بنعتمد على السويتشات بتاعه اللعيبه والتبادليه اللي حصلت زي وليد سليمان في اول ثانيه بيجيب جون في ماتش اللي انت كنت بتتكلم عنه طلع الجيش بتاع طلع الجيش ان هو حسن السنتر فيرود بادجي ده نزل هما الاثنين راحوا هو كهرباء الجون وعملوا سبيس لنفسهم فبقت في فرصه وسنحت فرصه وفي عقل وفي رسو وسحب الكوره وحطها بالجول. كل ده لعيب كل ده نيرف كل دي روح. وليد عايز يقول لموسيماني انا اهو يعني لو كنت من وليد كنت لفيت له انا هنا عايز اكلمك بقول لك ايه انا فوتبولر وحطني في الصوره لان انا هنفعك. شوف انا بقولها لك ازاي لغه جمهور لمدير فني. كابتن شريف انت كنت موجود معانا قبل ماتش الوداد لما راحوا هناك المغرب وكابتن محمد حشيش ونبقى نعيدها ان شاء الله عشان يعني ايه تفاؤلا انا موافق تفاؤلا والله ممكن نعملها دي يا كابتن ان شاء الله باذن الله وفي فرص طبعا كل نجوم مصر هيكونوا معاكم باذن الله. لا اتفائلت بيه كل حاجه ان شاء الله باذن الله احنا كمان عايزين انت التفاؤل كله بس عايزين ناكد على نقطه كابتن كمان نقطه مهمه جدا طبعا قبل ما نختم مع حضرتك نقطه مهمه ده دور علينا ان احنا بندي الثقه بندي الثقه للاعبتنا وجهازنا بس مش ثقه زايده لان انت حضرتك عارف انت لعيب كوره لما بيكون في ثقه زايده في فرق بين الثقه شعر ما بين الثقه والغرور فدي ده مهم جدا. الله عليك الكلمه انت بتقولها انت عارف انا عايزها فين في ال 18 تمام. لا انا بتكلم عارف يعني اللي هي عملها ايه حسين الشحات حسين الهدوء والثقه الزايده الثقه الزايده هوقفها الكوره عندي الامكانيات انا لما تاني وعندي امكانيه ان انا احطها جون وعندي امكانيه ان انا اهز الاوبوننت بتاعي الخصم. هي دي اللي انا بتمناها منك اللي انت دايما تعمل عليها ستريس انك انت عندك امكانيات انك تعدي عندك امكانيات تعمل عرضيات عندك انك تشوف مش انا رايح وخايف يحصل تتقطع فتترد عليا مش هلعبها خالص صحيح. ده انا الاتاكينج ده انا اللي عايز اثنين ثلاثه يوقفوني يعني النهارده انا عجبني في الرجاء باك يمين بيقطع كره وبيعدي من الناحيه الشمال دي خالص وبيجروا وراه بيحلقوا وراه عشان يجيبوه تاني تايم في سرعات. ما دي بقى النقطه الثانيه يا كابتن يعني انا دي نقطه النقطه الثانيه احنا عايزين نشجع لكن يعني في حاجه اسمها اوفر موتيفيت موتيفيت لا لما اللعيب بيبقى دي بتنشنه اكتر وانا طبعا. يعني انا كنت لعيب عارف لما انت بتحفز مباراه مهمه مباراه كبيره مباراه بطوله لكن بندي الثقه مش ثقه زياده قوي وندي دافع وحوافز لكن الحوافز لما بتزيد شويه اللود يعني اللود بيبقى على اللعيبه 100% كل ده بيتلغي لما انا امسك الكوره والاقي 2 3 من التيشيرت الاحمر واقفين اللي مستنيينها 2 3 بيتحركوا السويتشات الناحيه الثانيه ما عنديش فرصه بقى يعني ما عنديش حاجه انها تهزني عندي يا اختار ده فاللعيبه هي اللي بتساعد بعض صحيح. والسرعات في الملعب والفيتيكال فيتنس بتاعهم دي تجهيز البدني بقى والاستشفاء والحاجات دي شغل الجهاز الفني شغله ثانيه خالص فاهم يعني بقى لما بوصل للماتش وانا سليم
انا بقى ربنا يوفقني توفيق ربنا بقى. توفيق بقى ربنا يعني. هي كره قدم في الاول وفي الاخر توفيق. بنتمنى ان شاء الله ان هي تكون هنا في البيت الكبير في النادي الاهلي باذن الله. هعمل لكم هنا باذن ايه باذن الله ان شاء الله ان شاء الله نحتفل يا رب هنا المكسب عندنا يا رب. وبطوله زي دي هيبقى يوم باذن الله جميل باذن الله. شرفتنا يا كابتن نورتنا يا كابتن. دايما مبسوط انا معاكم واحنا كمان فعلا بنبقى سعداء بوجود حضرتك دايما معانا. ربنا يخليك. بنشكركم مشاهدينا في كل مكان. بكره ان شاء الله حلقه جديده في البيت الكبير من 10 ل 1. صباح الخير.